إياك على إخوتك. ليه يا أخوان؟ فيكيدوا لك كيدا. كيد الرجال حقد وغل وحسد، وكيد المرأة حب. أي كيد أعظم؟ والله ما سمعت أن امرأة تتشارع مع امرأة في البلدية ولا في المحكمة. سمعتوا؟ والله أنهم الرجال، هذا خذ مالي وهذا، ويلا هم ضاربات بين الرجال، أما النساء في بيوتهم أعلى مخلاق.